الحمد لله رجعي دكتور. الحمد لله دكتور. هالأسئلة شلون كانت؟ أحكي عن المادة مالتي سبيسيفيكلي. دكتور زينة، يعني زينة دكتور، يلا الحمد لله. هو المشكلة كان الوقت يعني شوية ما ساعدنا، بس الحمد لله. هي كانت 45 45 ام سي كيو خلال ساعة وشوي، خلال ساعة المفروض كافية، حتى لو كل واحد دقيقة، هي أغلبها كانت دكتور دايركت وقت فورورد، يعني يعني وقت ما كلش كافية عليها. وقت ما كان خوش مفاجأة هي ما ندري انه ام سي كيو يعني الحمد لله. يعني الام سي كيو اسهل، حتى خصوصا ويا الالكتروني، حتى لا تتعبون بالكتابه، فالام سي كيو اسهل تكون. هو بس واحد يركز شوية بيها anyway. والحمد لله. يلا جيد جيد اوكي. فالشباب نبدي اليوم عندنا مختبر مالت الانيميز، اللي هذيك مره احنا صار تلكؤ وما قدرنا، الانترنت كان بيه مشكله، اعتقد المشكله كانت من جهتي يعني من جانبي، فراح ناخذ اليوم مو مشكله. أخذت محاضرات الهيماتولوجي الأنيميز، أخذتها ويا دكتورة هند، صحيح؟ نعم دكتور، بس دكتور بعد اللوكيميا مالتك ما كملناها. تمام. الأنيميز اللي ويا دكتورة هند خلصتوها لو ما خلصتوها؟ خلصناها، نعم خلصناها دكتور، خلصنا خلصتها أربع بس مرات أعتقد. قاريها لو بعدكم؟ ما كانت داخلة بالميت صح؟ لا ما كانت داخل المدينة. يعني معناته هواي من عندكم ما قاريها، ايش يا اكيد دكتور. يعني كذا افترض. زين دقيقة. بس لا أسوي البرزنتيشن بس دقائق طلاب. خلاص دكتور، زين شنو طلع عندكم هسه؟ دكتور ميغالوبلاستيك أنيميا. زين هسه طالع طالع شنو؟ الشاشة واضحة؟ انيميز انا مطلع نعم واضحة دكتور، كلش نعم لو دكتور، طالع وياها واضح دكتور يعني زين مقروء الكتابة. جيد. فطلاب راح نحكي عن، راح نتكلم اليوم عن الانيميز. بالانيميا شو يصير عندنا؟ reduce number of red cells او reduction of the hemoglobin concentration. انتوا هسه هاي فتره مدات عندكم امتحانات هالايام، باكر عندكم شيء لو لا عقبه؟ عندنا الخميس دكتور، الخميس عندكم شنو؟ عندكم الخميس بكتيريا دكتور. بكتيريا، يعني شوية صعب. يلا سمر ما راح نطول اليوم، بس ركزوا وياي، ونصيحتي انه ورا ما تخلصوا المختبر لو ادز لكم الباوربوينت تكون عليه تراجعوا على السريع، حتى يبقى ببالكم وما يروح هذا، يعني تعذبكم ما تروح السودان، او تراجعوا المحاضرات دكتوره هند، لانه يعني حتى تستفيدون. anyways فالانيميا شنو تعرف؟ اما reduce number of red cells او reduction of the hemoglobin concentration below the normal for the age and sex. هي الفكرة. أنا شنو بالأنيميا عندي مشكلة، المشكلة العامة إما نقص بالريد سيلز أو نقص بالهيموغلوبين.
لو ريدكشن ذا نمبر اوف ريد سيلز لو ريدكشن اوف ذا هيموجلوبين. في كلتا الحالتين الاند ريزلت بالاخير ايش حيصير عندي؟ كميه الهيموجلوبين قليله. يعني اذا النمبر اوف ريد سيلز قليل حيصير كميه الهيموجلوبين قليله. هيموجلوبين مهم بال شنو؟ تبادل الهواء الغازات، يعني تعرفون مهم فور ذا اوكسجينيشن. فاذا الهيموجلوبين از امبورتنت بيكوز ات كاريز اوكسجين تو ذا تيشوز. وحتى نقول هذا البيشنت انيميك لو لا، عندنا ارقام تحفظوها، انا رتبت لكم اياها بالتسلسل 110 120 130 140. ال 110 شنو هذا الرقم؟ هذا اي شيء اقل من 110 معناته انيميا بالنسبه لل 2 years to puberty. الاطفال من سنتين الى puberty رقم الهيموجلوبين مالتهم لازم يكون 110، اي شيء اقل من 110 فهم انيميك. بالنسبه للادلت فيميلز الرقم يصير 120، الادلت ميل الرقم يصير 130، ات بيرث حاله استثنائيه كلش عالي الهيموجلوبين ات بيرث، كلش عالي الهيموجلوبين ات بيرث. تعرفون انتم ساعه الولاده واول ايام الولاده كلش مهم الاكسجينيشن يكون كافي على مود الدماغ. انتم هيك حفظوها ولاده واكو بيها مشاكل مالت ولاده فممكن الطفل يتعرض الى هايبوكسيا بسبب ظروف الولاده، فدائما هو عند احتياطي كميه الهيموجلوبين مالته عاليه بالدم حتى يعوض عن اي نقص بالاكسجين يجي من الخارج. حفظوها بهالطريقه، يعني لان مرات الولاده تكون ستريسفل على الطفل فممكن يتعرض الى نقص بالاكسجين، بس اذا عنده هيموجلوبين كميته كافيه وكميته كبيره ما راح ياثر على الاكسجين اللي يوصل للدماغ. حفظوها بهالطريقه. فات بيرث الهيموجلوبين يكون عالي، الرقم مالتني يصير 140 جرامز بير لتر. طبعا السيمبتومز اوف انيميا عاده البيشنت من يكون عنده انيميا سعد جراجوال السيمبتومز تبدي جراجوالي، مو راسا تطلع عليه شويه شويه تطلع. شورتنس اوف بريث، ليش يصير شورتنس اوف بريث؟ التنفس راح يزيد اسرع، يزيد التنفس مالته حتى يعوض عن الاكسجين، يعوض أكسجين أكثر، يدخل للجسم أكسجين أكثر حتى يعوض عن نقص الهيموغلوبين. فيساعدنا shortness of breath, palpitation، دقات القلب يزيد لنفس السبب، dizziness and fatigue. بالsevere cases of anemia، إذا كانت الحالات severe حيساعدهم angina, headache, vertigo, tinnitus, lack of concentration and muscular weakness. angina يعني شنو؟ أوجاع بالصدر سببها قلة الأكسجين إلى عضلة القلب. هذه severe cases of anemia، يعني هيموغلوبين كلش قليل بحيث أنه عضلة القلب ما يجيها enough oxygen. signs of anemia، أكو general signs of anemia أكو specific signs of anemia. general signs of anemia هي the pallor of the mucous membranes، tachycardia and systolic flow murmur of the apex because of hyperdynamic circulation. طلاب ركزوا لأن احتمال يصير أكو كويز بنهاية المحاضرة بالمناسبة، يعني تعرفون القانون ماكو داعي أذكركم. السيمبتومز اوف انيميا عرفناها، نجي على الساينز. pallor of the mucous membranes، tachycardia، systolic flow murmur of the apex because of the hyperdynamic circulation. وأكو specific signs of anemia. specific مثلا spooning of the nails، koilonychia، تصيب الآيرن deficiency anemia. هاي الصورة شوفوها spooning of the nail، كولونيكي بالآيرن ديفشنسي أنيميا. جوندس يصير بالبيشنس اللي عندهم هيموليتيك أنيميا، نوع من أنواع الأنيميا اسمه هيموليتيك أنيميا يصير عندهم جوندس. ليج ألسرز يصير بالسيكل سيل أنيميا، أيضا نوع من أنواع الأنيميا. فبس ملخص هذا السلايد أنه السيمبتومز أكو عامة للجميع اللي هي السيمبتومز والساينز الموجودة، أكو خاصة كل نوع من أنواع الأنيميا. مرات يكون عنده سيمبتوم خاص ب spooning of the nail بالآيرن ديفشنسي، جوندس بالهيموليتيك، leg ulcer بالسيكل سيل انيميا، bone deformity بالثلاسيميا. صورة عامة شنو الكوزز اوف انيميا؟ اما فقدان الدم blood loss او iron deficiency megaloblastic anemia، iron deficiency anemia او megaloblastic anemia. هذول الاثنين تعتمد على السبلاي، احنا نحتاج iron حتى يصير عندنا synthesis، حتى نحتاج iron بالهيموغلوبين، ونحتاج فيتامين بي 12، ونحتاج فوليك اسيد فور ذا ماتوريشن اوف ذا نيوكليوس والدي ان اي سينثيسيس. فاذا عندي خلل بهذني هذني يعني انتم حتى تحفظوها، اما البيشنت يفقد بلاد او ما يقدر يصنع بلاد، اما يفقد بلاد
او ما يقدر يصنع بلاد، يفقد بلاد بلاد لوس، ما يقدر يصنع، يعني ما عنده مول ديفيشنسي اني ميجالوبلاستيك. ميجالوبلاستيك يعني بي 12 ديفيشنسي بالنسبه لكم، فوليت ديفيشنسي، واكو اذر كوزز اوف ميجالوبلاستيك مو يعني لها علاقه بالدي ان اي سينثيسيس. انتم مهم مطلوب من عندكم بس الميجالوبلاستيك اني من الميجالوبلاستيك مطلوب فوليك اسيد، فوليت ديفيشنسي، بي 12 ديفيشنسي. احنا هذا مختبرنا حيتناول اليوم الايرن ديفيشنسي اني والميجالوبلاستيك اني بالمرحله الاولى من مختبرنا. ايضا عندنا انيميا اوف كرونيك ديزيزز، بالكرونيك ديزيزز تصير عندنا مشكله بالهبسيدين فتصير عندنا انيميا. اكو نوع اسمه سيدر بلاستيك انيميا، اخذتوها يا دكتوره هند. من الهيموليتيك انيميز اكو جينيتيك واكو اكوايرد، واذر كوزز اوف انيميا هي اللوكيميا. فاذا حتى تحفظون كوزز اوف انيميا، اما بلاد لوس الانسان يفقد بلد او ما يقدر يصنع، ايرن ديفيشنسي ميجالوبلاستيك، او عنده شوفوا طلاب الاشياء اللي مهمه بكوز اليوم راح اقولها اذا سوينا كوز. Iron deficiency, it is the most common type of anemia in every country in the world. من اهم type of anemia راح تاخذون anemias من اهم the most common type of anemia هو iron deficiency anemia. فلازم تعرفوا زين it is the most common type of anemia in every country in the world. زين the body has a limited ability to absorb iron. On the contrary, excessive loss because of hemorrhage is frequent. ليش صار الايرن ديفيشنسي انيميا؟ هذا السلايد مهم طلاب لكوز اليوم. ليش صار ايرن ديفيشنسي انيميا؟ ليش صار ايرن ديفيشنسي ان ذا موست كومن تايب اوف انيميا ان افري كونتري ان ذا وورلد؟ لا لا ماكو صوت. من تابع فيني من every country in the world. okay. مشكلتنا ويا الآيرن ديفيشنسي يعني إنه عندنا limited ability to absorb iron. ما نقدر نمتص بكيفنا، ولكن في نفس الوقت عندنا excessive loss because of hemorrhage. ممكن يصير عندنا، ممكن يصير عندنا excessive loss because of hemorrhage. فدائما ما نقدر نعوض limited ability to absorb واكو risk of hemorrhage. And in many developing countries dietary intake is inadequate from childhood. كل شيء تمام؟ نعم دكتور تمام. تمام. Causes of iron deficiency anemia. ليش يصير عندنا iron deficiency anemia؟ أهم causes هو chronic blood loss. أهم causes of iron deficiency anemia هو blood loss. شوفوا طلاب تتذكرون قلت لكم blood loss ممكن يسوي anemia، فقدان الدم. وايضا chronic blood loss is one of the most important causes of iron deficiency anemia. chronic blood loss. chronic blood loss ممكن يكون uterine من اليوترس مثلا من منوريجيا بالنسبه للومن، ممكن يكون من GIT esophageal varices peptic ulcer carcinomas and hookworms، ممكن يكون من other systems مثلا hematuria، وممكن يكون عندنا increased demand فإما chronic blood loss او increased demand بال prematurity growth and pregnancy. هذه increased demand هاي نقطة مستقلة ما لها علاقة بال blood loss. so increased demand prematurity growth and pregnancy هاي حالات معينة يزيد بها الديماند على الايرون. mal absorption مثلا الإنسان ما عنده مشكلة بالأمعاء فما يمتص الايرون مثل celiac disease والgluten intolerance أو poor diet، كلها أسباب تؤدي إلى قلة الآيرن اللي دا يدخل للجسم فيصير آيرن deficiency anemia. تعرفون أنتم the transport and storage of iron is mediated by three proteins هما transferrin, transferrin receptor 1 and ferritin. الآيرن يصير بأبسوربشن
ديلي ابزوربشن، ديلي ابزوربشن حوالي 1 ملي جرام من الايليوم، الديلي ابزوربشن حوالي 1 سوري من الديودينوم، الديلي ابزوربشن حوالي 1 ملي جرام. هذا الديلي ابزوربشن حيروح للترانسفيرن، الترانسفيرن ياخذ يوديه للليفر فور ستورج، او يوديه للبون مارو حتى يصنع من، حتى ينصنع من هذا الايرون. شنو نصنع؟ ريد بلاد سيلز. اذا ريد بلاد سيلز بدات تصنع بشكل طبيعي او ورا 120 يوم، هو عمر الريد بلاد سيلز 120 يوم، it will be شنو؟ destroyed by the macrophages. اوكي، والايرون يطلع من عندها يروح again للترانسفيرن. الايرون من يتحطم بالماكروفاجز يطلع again للترانسفيرن، ومن الترانسفيرن again اما يروح للبون مارو حتى نرجع نصنع مره ثانيه بلاد سيلز، او يروح للليفر فور ستورج. بعد ما يصير عندنا ايرون ديفيشنسي، اول ما يصير ايرون ديفيشنسي بالبدايه، اول شيء شنو يصير عندنا؟ ذا ستورز ويل بي ديبليتد. هم ليش احنا عندنا ستورز غير حتى نستخدمها بالسينثيسيس اوف هيموغلوبين؟ فانتوا تعتقدون، اريد احد يجاوبني، تعتقدون اول شيء بالايرون ديفيشنسي اني ايش يصير؟ نستهلك الستورز لو تطلع السيمتومز عند البيشنت؟ دكتور ده نستهلك الستور، يلا نستهلك الستورز يلا تطلع السيمتومز عند البيشنت، نستهلك الستورز يلا الهيموغلوبين راح يتاثر. فاول شيء حنستهلك الستورز، ذا ايرون ستورز اللي هي الفيرتين والهيموسيدرين would become completely depleted before anemia develops. It will become completely depleted. تروح تنتهي completely بالكامل before anemia develops. As it will be mobilized for hemoglobin synthesis. ليش صارت depleted؟ Because it will be mobilized for hemoglobin synthesis. لأنه أخذناها استخدمناها للسينثيسيس حتى نعوض، لأنه هي storage لعدو. ليش storage؟ لذلك serum ferritin is the first to drop. Therefore, serum ferritin is the first to drop. زين، شو يصير وراها؟ total iron binding capacity والترانسفيرن ريسبتورز، الريسبتورز على الترانسفيرن راح تزيد لانه تريد تسحب ايرون، تحتاج ايرون. فالترانسفيرن، الترانسفيرن هو البروتين اللي ينقل الايرون، فالترانسفيرن ريسبتورز will increase والtotal iron binding capacity على الترانسفيرن راح تزيد. دكتور بس التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي شنو؟ تزيد. دكتور يعني اللي قصدك اللي شو اسمها يعني هاي كتقدير له، هاي دكتور مو شو اخذناها دوره بالنظري، يقول يعني كانها يعني شلون توقع للمستقبل، يعني ما فهم شنو قصدهم. التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي ينحسب بمعادله تعتمد على ايش قد اكو، تعتمد على انه ايش قد اكو ريسبتورز امتي بالترانسفيرين. شوف هسه هذا مو ترانسفيرين قدامنا، ايش قد اكو فراغ بالترانسفيرين، انتوا احفظوها هيك، ايش قد اكو فراغ بالترانسفيرين حتى يستقبل ايرون، على هذا ينحسب التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي. فكل ما عندنا ديبليتد ستورز وكل ما احنا محتاجين ايرون، حيصير عندي فراغ بالترانسفيرين هذا البروتين، فعندي مجال يجيني ايرون، فالتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي ويل بي هاي والترانسفير ريسبتورز ويل انكريس. السيرم ايرون ويل بي لو، الايرون بالبلد بالسيرم حيكون قليل، اند ذا بيشنت بعدين ورا هاي المرحله ويل شو ذا جنرال فيتشرز اوف انيميا اند ذا ريد سيل اندسيز اللي هي ام سي في والام سي اتش ويل ذن ديكريس. واضح مرتضى؟ نعم دكتور شكرا. اوكي سؤال شباب، السيرم ايرون شنو هذا الايرون؟ يكون فري ايرون بالسيرم؟ دكتور مرتبط بالترانسفيرين، اكو عندنا فري بس كله مرتبط. دكتور اكو فري يعني السؤال مفروض، لا مرتبط كله مرتبط بالترانسفيرين، نيفر ever ما عندنا فلاش مثلا ايرون جايل ويل ديكريز.
هذا هو مرتبط بالفيرتين، يحسبوه هو مرتبط بالفيرتين، هذا مو القصد به، هذا يعني تست، انت تطلب تست سيرم ايرون ينطوك الليفل مالت الايرون، بس هذا الايرون هو مو فري ايرون، هو هذا ايرون اللي مرتبط بالترانسفير اللي يحسبوا لك اياه. تمام دكتور. بس هذا مو فري، بس اريد اذكر من اقول سيرم ايرون تست مختبري تطلب ايش قد اكو ايرون بالسيرم، بس هذا الايرون من يحسبوه هو الايرون اللي هو باوند تو ذا ترانسفير، ماكو ايرون يصبح وحده ابدا. زين، serum ferritin levels. The serum ferritin it's a measure of iron storage in the body. So reduced serum ferritin is always the first iron study to fall. شوفوا طلاب، أنا قلت لكم iron deficiency anemia مهم لأنه it is the most common type of anemia. صح؟ مو هيك قلنا؟ نعم. العالم كله. زين، فأنتوا كطلاب لازم وأنتوا طلاب تعرفون تتعاملون مع iron deficiency anemia. أي patient قرايب أصدقاء يجيكم يراويكم تحليل مال الدم يسألكم يقول لكم عندي فقر دم، رأساً تفكرون بالدرجة الأولى بالآيرن ديفيشنسي أنيميا، فلازم تسألون عن الكوزز مالت الآيرن ديفيشنسي أنيميا عند أي مريض أو مريضة، أقرباء، جيران، عائلة عندهم فقر دم. You have to check. أخاف يكون آيرن ديفيشنسي أنيميا. This is the most common type. فلأنه the most common type أنتم كطلاب لازم تكونون مسيطرين على هذا الموضوع. Most common type of anemia, iron deficiency anemia. أي واحد عنده أعراض الأنيميا اللي قلناها shortness of breath, palpitation, headache, fatigue, تسألون عن causes of iron deficiency. تبدون بالchronic blood loss and the features. عنده أسباب chronic blood loss، دوروا على الأسباب. عنده أسباب مالت female عندها menorrhagia لو لا، هل هو طفل أو adolescent وفي مرحلة growth وعنده demand لو لا، هاي الأشياء تركزون عليه. أكو blood loss لو ما أكو blood loss. زين، بالinvestigations التحاليل اللي يسووها للمريض، أهم تحليل يسووه للمريض بالدرجة الأولى هو serum ferritin. هذا أهم تحليل يسووه للpatient مالتكم هو serum ferritin. من يسوون تحاليل أهم تحليل serum ferritin. ليش؟ because it is the measure, it is a measure of stores. احنا مو قلنا اول شيء الستورز هي will be depleted، فالسيرم فيريتين اول واحد يبين ينقص عندنا السيرم فيريتين. It's a measure of stores in the body. Reduced ferritin is always the first iron study to fall. The first iron study to fall. بس اكو مشكله. شنو المشكله؟ ما حلو هذا اللون. بس اكو مشكله. شنو المشكله شباب؟ انتوا اذا تتذكرون او لا تزال الحاله موجوده، البيشنت اللي عندهم كوفيد 19 او كورونا فيروس، من التحاليل اللي يسوون لهم اياها هو السيرم فيريتين. تعرفون هاي المعلومه لو لا؟ سؤالي واضح؟ نعم دكتور واضح. من التحاليل اللي يسووها للبيشنتس اللي عندهم كورونا فيروس يسوون لهم سيرم فيريتين. ليش يسوون لهم سيرم فيريتين؟ ليش؟ هو شنو قابل عنده ايرن ديفشنسي انيميا ابو الكورونا؟ شنو السبب؟ لانه الفيريتين، شوفوا الفيريتين كلش مهم بالايرن ديفشنسي انيميا، اند ات از ذا فاست ثينج تو دروب. اول شيء يبين الفيريتين ينقص. بس الفيريتين بي مشكله، وهي it is an acute phase protein. It's an acute phase protein. هو فد بروتين يزيد بحالات الانفلاميشن، يزيد بحالات الانفلاميشن. فهذه مشكله الفيريتين. صحيح هو كلش مهم ولازم نسوي، احنا عند اي بيشنت شاكين ايرن ديفيشنسي انيميا it is the first to drop، لكن هذا الفيريتين بي مشكله انه هو it's an acute phase protein. يعني شنو acute phase؟ يعني بالacute phase of inflammation هذا البروتين يزيد. acute phase protein يعني بالacute phases of inflammation يزيد هذا البروتين. فحتى تتذكرون patients اللي عندهم كورونا يسألون فيريتين حتى يشوفون عندهم acute phase protein elevation، عندهم التهاب لو ما عندهم التهاب. بالالتهابات يزيد. فإذا البيشنت عنده التهابات ما أقدر أعتمد على الفيريتين، ما أقدر أعتمد على الفيريتين حتى أشخص iron deficiency anemia، لأنه هو المفروض يكون لو، بس لربما بسبب الالتهاب صعد الليفل مال الفيريتين فصار نورمال أو صار شوية إليفيتد. فما أقدر أعتمد على الفيريتين في تشخيص الآيرن ديفيشنسي أنيميا عند المرضى اللي عندهم التهابات.
اوكي التهابات او ليفر ديزيزز او مالجنسي، ما اقدر اعتمد عليه وحده، لذلك لازم اسوي امور اخرى. اوكي تمام دكتور. The first R study to fall, however, it's not always accurate as it may increase in the if the patient has inflammation or infection, liver disease, and malignancy. Transferrin, حكينا على الفيرتين، السيرم فيرتين، سنجي نحكي على الترانسفيرن. Transferrin is a plasma protein that transports iron through the blood to wherever it is needed. يعني هذا البروتين اللي يودي الايرون through the blood، اما يودي للبون مارو او يودي للليفر او السبلين for storage او يودي للبون مارو for synthesis of red cells. ترانسفيرن هو الناقل. Testing the blood transfer levels will provide an indicator of the functional iron availability. Testing the transfer levels will provide an indicator of the functional iron availability. إيش قد عندي مجال أستقبل آيرن؟ خاف هو هذا اللي تقصد بيه دكتور، هل قالت لكم يفيد للمستقبل؟ إيش قد عندي transferrin levels يعني أقدر أستقبل آيرن؟ Testing of blood transferrin level will provide an indicator of the functional iron availability. شنو المقصود بالfunctional iron availability؟ مو أنه it is available now، بس it is عندي مجال أن أستقبل آيرن in the future. لربما هذا قصدي. دكتور هو نعم هذا دكتور هو بالتعريف قصدي، يعني احنا قرأناه مو دكتور قالته شلون قال هو هذا قصدي بالتعريف مال التسيت شو مكتوب قصدي يعني فيوتشر اسمه مو مشكله يعني المهم هاي الفكره انه هو حتى يعطيك مجال للمستقبل حتى انت تحط ايرن تعبي مثل هو الترانسفير مثل سيارات سيارات مال تاكسي فارغه اوبر تاكسي كريم وات ايفر فارغه حتى تستقبل ايرن كل ما عندك سيارات اكثر كل ما أنت مستعد أن تستقبل آيرن أكثر. This test measures the transferrin saturation. The transferrin it measures the transferrin saturation بالpercentage اللي هي the degree of circulating transferrin loaded with iron. The levels will fall إذا عندي iron deficiency. The transferrin saturation will fall إذا عندي iron deficiency. Transferrin saturation مو binding capacity. Transferrin saturation هيكون قليل. بس البايندينج كاباسيتي راح تصير عالية. الريسبترز عالية والتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي عالية بس الساتوريشن قليل. زين شنو يطلع عندنا بعد بالايرون ديفيشنسي؟ يعني الريد سيلز لانه مهم في تصنيع الهيموغلوبين فالبيشنت حيصير عندهم ريد سيلز ما بها هيموغلوبين. قليل الهيموغلوبين بالريد سيلز فتكون هايبوكروميك مايكروسيتيك يعني ريد سيلز تكون صغيره مايكروسيتيك ريد سيلز ريد سيلز حتكون صغيره مايكروسيتيك ريد سيلز هايبوكروميك هايبوكروميك يعني كميه الهيموغلوبين بيها قليله هايبوكروميك مايكروسيتيك ريد سيلز ايرون ديفيشنسي ويل اولسو ريزلت ان فيلير اوف ذا سينثيسيس اوف هيموغلوبين failure to synthesize hemoglobin. The mean corpuscular hemoglobin would be low because there will be less hemoglobin in the red cells. هذا راح يخلي the cells to appear pale. And lack of hemoglobin will make the cells smaller than usual. Smaller for reduced MCV, mean cell volume. هذا راح يكون صورة. شوفوا شباب هاي الصورة اللي على اليسار اللي دا أشر عليها شوفوا الريد سيلز شلونها فارغة من الداخل فارغة هاي الريد سيل هذه فارغة شنو هذه ايرون ديفيشنسي انيميا هذول الريد سيلز صغار مايكروسيتيك ريد سيلز هايبوكروميك هايبوكروميك يعني فارغة قارنوها بهاي السيلز شوفوا هاي السيلز عاد ان جنرال هذول السيلز بيهم هيموغلوبين أكثر من هذول هذه فارغة هذه فارغة هذه فارغة هذه فارغة وصغيرة هذه فارغة وصغيرة شوفوا هاي مبين انها صغيرة مايكروسيتيك هايبوكروميك فالريد سيلز ويل بيكم هايبوكروميك مايكروسيتيك من اقول مايكروسيتيك يعني لما اقارنها بالليمفوسايت اصغر من الليمفوسايت شوفوا اصغر من الليمفوسايت مايكروسيتيك حجمها صغير هايبوكروميك فارغة من الداخل طلعت هل الانجيتد حلو عفوا خوش سؤال بالايرن ديفيشنسي انيميا
some of the cells will become pencil-shaped cells, elongated. Pencil-shaped cells. فإذا حنشوف البلد فيلم صورة البلد يحطون قطرة بلد على السلايد ويفحصوها جوا المجهر. فالريد سيلز حتكون هايبوكروميك مايكروسيتيك with pencil-shaped cells. Hypochromic, microcytic with pencil-shaped cells. Cells تأخذ أشكال غريبة بالآن deficiency anemia. سببها نقص الهيموغلوبين. Hypochromic, microcytic red cells. Okay. Iron deficiency will result in failure to synthesize hemoglobin. Failure to synthesize hemoglobin. ما عندي hemoglobin. فالMCV قليل والMCH قليل. تعرفوا شنو يعني MCV و MCH؟ تمام؟ زين. نعم دكتور. قلت لكم لأنه الآيرن ديفيشنسي أنيميا is the most common cause of anemia. وقلت لكم لما يجيكم patient أو relative أو أصدقاء عنده آيرن ديفيشنسي أنيميا أو عنده أنيميا تسألون عن الأسباب. من ضمن الأشياء اللي تركزون عليها لما تأخذون history taking لما تسألون اسألوا على الدايت. Does it contain sufficient iron rich food؟ اسألوا بصورة عامة أكلك شلون زين كل شيء تأكل أكل متكامل مثل الأسبرين والإيبوبروفين أسبرين والإيبوبروفين لأن هذول الأدوية تسوي gastrointestinal bleeding هاي الأدوية كسايد إفكت ممكن تسوي bleeding from the GIT والbleeding from the GIT يعني GIT loss يعني iron deficiency anemia. فلذلك لازم تسألون عن ibuprofen and aspirin بالdrug history. menstrual pattern تسألون عليه تشوفوا prolonged لو لا لأن ممكن هذا يسبب iron deficiency anemia. pregnancy and lactation that pregnant اذا الwoman كانت pregnant او lactating فمتوقع نسال عليها history of donation of blood history of travel سافر المريض الى مكان موجوده به hookworms موجوده به certain infections blood borne infections بحيث صار عنده ديدان وسببت له iron deficiency anemia لو لا هاي إيش هنسأل عليها بالهستري؟ الهوكوم هي نفسها هي الوام نفسها تمتص للآيرن هي نفس الوام تأخذ آيرن أو تجرح الأمعاء تأخذها يسبب الباراسايت بالباراسايت يعني ذكر قصدي يعني مو شرط بليدنج إنه تسوي إنه ما هي تستعمل الآيرن هي تستخدم آيرن وهي تسوي بليدنج بنفس الوقت. أكو أكثر أتذكر يعني هذا أتذكر بالباراسايتولوجي أتذكر أكو أكثر من سبب تمر عليكم بالمحاضرات وتختلف يعني من certain infection to another يعني تمام دكتور بس هي بصورة عامة الديدان من تصير بالجسم هي عادة patients عندهم weight loss لأن هي تتغذى تأخذ من الأكل مالته من الانتستين هو يتغذى وياه بتتغذى وياه فبهالحالة ممكن يصير عنده iron deficiency إضافة إلى أنه it can cause blood loss يعني إذا كان إنجر ممكن تسوي إنجر بالإنتستين. الأنيميا إن بريجنسي بالبريجنسي تعريف الأنيميا إن بريجنسي تتغير الأرقام. تذكروا أن هناك أعطيتكم أرقام 110 من 2 years إلى puberty 120 بالفيميلز بالميل قلنا 130 وبال at birth 140 هذه lower levels of hemoglobin بالجرام بير لتر. بالنسبة للبريجننت وومن pregnant woman definition of anemia in pregnant woman هم الأرقام تصير 100 105 110. postpartum ورا الولادة خلال أول 40 يوم بعد الولادة الهيموغلوبين لازم 100 فما فوق تحت 100 يعتبر أنيميك في مرحلة postpartum 105 بالسكند والثالث trimester يعني من الشهر الثالث فما فوق 105 أول 3 أشهر 110 فهي أول 3 أشهر قريبة من الأدلت فيميل العادية الأدلت فيميل العادية 120 هيموغلوبين مالتها lower normal بداية البرغنسي يكون 110 second trimester يصير 105 آخر شيء third trimester هم 105
postpartum ورا الولادة 100. بالآن deficiency animation laboratory findings عندنا red cell indices low MCV low MCH platform حيكون hypochromic microcytic bone marrow iron راح تكون قليلة serum iron total iron binding capacity حكينا عليهم والفيرتين حكينا عليهم will be also low. إعادة سريعة red cell indices they will fall MCV MCH both will be decreased. بالبلاتفورم شوفوا هذا البلاتفورم بدي تكبر الصورة من أكبر لو ما بدي تكبر يمكم شوفوا الريد سيلز شلون تكون صغيرة بها فراغ بالداخل طبعا مرتضى ممكن يجي واحد يقول لي زين دكتور شو هذه ما بها فراغ من الداخل صحيح ما بها فراغ بس هي صغيرة يعني احنا مو كل ريد سيلز راح تكون صغيرة وراح تكون بها فراغ من الداخل بس بصورة عامة اغلب الريد سيلز راح تكون فارغه من الداخل هايبوكروميك وصغيره مايكروسيتيك دكتور او احتمال ماتشور سيل يعني احتمال الريتيكولوسايت هم مرات تكون هيك الريتيكولوسايت ليش تظهر بالبلاد الريتيكولوسايت عاده قليله جدا الريتيكولوسايتس بالبيرفرال بلاد مرتضى شو وقت تظهر راتيكولوسايت هي المرحله اللي قبل الماتشور ريد سيل صح نعم دكتور زين فتظهر لما البون مارو اللي هو المصنع ده ينتج كلش هوايه ريد سيلز وبسرعه كلش هوايه وبسرعه ذاك الوقت راح تطلع عندي سم اماتشور ريد سيلز مثل الراتيكولوسايت هاي الحاله نشوفها بالهيموليتيك انيميز لما يكون عندنا تكسر بالدم بالبريفرال بلاد يعني بالبلاد عندي تكسر بالدم يضطر البون مارو يزيد الانتاجيه يزيد الانتاجيه فتقوم تطلع عندي اماتشور ريد سيلز بالبيرفرال بلاد مثل الراتيكولوسايت بس بالايرن ما اشوف راتيكولوسايت اشوف بس لو ام سي في لو ام سي اتش والسيلز ما تكون هايبوكروميك مايكروسيتيك سيلز وبنسل شيبد سيلز poikilocytosis يعني pencil shaped cells and target cells poikilocytosis يعني abnormality in the shape poikilocytosis يعني abnormality in the shape نلقى target cells شوفوا هاي اسمها target cell مثل الهدف دائره وبنصها نقطه target cell هذه هم target cell target cells and pencil shaped cells نشوفهم بالiron deficiency anemia زين هاي النقاط شنو اللي دا أشر عليها هسه هذه الصغيرة هذه شنو ذي النقاط الحبر الصغار الوردية دكتور بليتليت عافية مرتضى well done كلش زين بليتليتس عافية عليك بليتليتس دكتور اللي هاي مال التارجت سيل وهذه نيوتروفل وايت بي سي نوعيتها نيوتروفل نعم عيني دكتور بالتارجت سيل هو غير يسرع عندنا هيموغلوبين بريسيبيتيشن يعني اعتقد اخذناها بالثلاسيميا واخذناها بالجي 6 تشوفوها ما يجي بالثلاسيميا بس تظهر قليله بالايرن ديفيشنسي اكثر شيء يشوف بنسل شيب سيلز وشويه تارجت سيلز بالثلاسيميا نشوف مينلي تارجت سيلز تمام دكتور شو تشوفون بهذا البيرفرال بلاد فيلم؟ على اليمين نورمال لو هذا نورمال واحد نورمال واحد اب نورمال وجوهم واحد نورمال واحد اب نورمال واحد نورمال بلاد فيلم واحد ايرن ديفيشنسي انيميا ياهو النورمال ياهو ايرن ديفيشنسي انيميا دكتور اللي على اليمين نورمال اللي على نورمال اللي فوق هذا نيوتروفل هاي بليتلتس 1 2 3 4 5 هذا شنو ايرن ديفيشنسي هايبوكروميك ماكروسيتيك زين هاي الصوره بها هوايه بليتلتس كومبيرد تو الصوره اللي بصفحه ليش ليش اكو هواي بليتلتس بالصوره
دكتور اعتقد ان البون مارو يصير عنده يعني مثلا هايبر اكتيفيتي على مود يعوض اللي هو ما يقدر ينتج ار بي سي فينتج بليتلت يعني او هيك شيء. لانه عاده اهم سبب للآن الديفشنسي انيميا هو الكرونيك بلاد لوس، فلما عندي بلاد لوس الجسم يريد يوقف هذا البلاد لوس، فنحتاج بليتلتس حتى نوقف البلاد لوس، فالبون مارو يقوم ينتج اكثر ينتج اكثر، فينتج اكثر بليتلتس وينتج اكثر حتى ريد سيلز، يحاول يطلع اكثر ريد سيلز يحاول، فبسبب البليدنج البون مارو يريد يعوض. احسنت، ممتاز جدا ابراهيم، ممتاز جدا مرتضى. البون مارو يريد يعوض، فشلون يعوض؟ يزيد الاكتيفيتي مالته، من يزيد الاكتيفيتي مور بليتلتس، تطلع عندي مور بليتلتس. اوكي، الصورة الجوة أيضا بها واضحة، pencil shaped cells واضحة، pencil shaped pencil 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 shaped cells واضحة. هذه الليمفوسايت، هذه شنو الخلية؟ جرانولز وردية، شنو هذه؟ ترى هي جنوفير دكتور هميوت ايو زينوفيل. زين ابراهيم، لان وايد تجاوب فراح اعطيك درجتين زياده على الكويزات، ولو اني مرتضى سوري، ولو اني منتبه اني اسوي لكم كويزين انت اثنينات ماخذين فول مارك، بس خليني اسجل يمي الاسم. مرتضى شنو؟ محمد مرتضى احمد. اي مرتضى احمد باقر. محمد باقر، نعم حبيبي. ايرن ديفشنسي انيميا لابراتوري فايندينغز، شنو نشوف بعد غير ال البلاد فيلم؟ راح نشوف ايضا بون مارو ايرون، يدرسون بون مارو ايرون، يشوفون الايرون بالبون مارو شلونه، بس هذا يسوي اونلي ان ذا كومبليكيتد كيسز، عاده ما نحتاج نوصل هاي المرحله حتى نشخص المرض، وي دونت نيد تو دو عاده بون مارو ايرون اونلي ان كومبليكيتد كيسز، بس بالكومبليكيتد كيسز ايش راح يصير؟ عندي كومبليت ابسنس اوف ايرون فروم ذا ستورز. هذه على اليسرى الصورة الآيرن يطلع باللون الأسود، نستخدم احنا ستين خاصة للآيرن تصبغ الآيرن اسمها Pearls Stain. Pearls Stain، شوفوا هاي الصورة، مستخدمين احنا Pearls Stain فينصبغ الآيرن باللون الأسود هنا، في حين النورمال بون مارو، في حين الأب نورمال لما عندي آيرن ديفيشنسي أنيميا على اليمين فارغة No Iron Store، على اليمين هو normal bone marrow، على اليسار، يسار هذا اللي داش على اللي بي أسود هذا normal bone marrow، ذاك الثاني الأصفر it's a bone marrow with empty iron stores iron deficiency anemia. الصبغة اللي نستخدمها اسمها Pearls stain. Pearls stain. بعد شو نشوف بالlaboratory findings؟ سيرم ايرون توتال ايرون بايندينج كاباسيتي، راح يكون السيرم ايرون لو، توتال بايندينج كاباسيتي هاي، السيرم فيرتين هذا البروتين اللي قلنا هو هذا مسؤول عن الستورج وهذا اول واحد ينقص هو الفيرتين، it will be low. It is the most important marker however it is an acute phase protein، نتذكر هاي المعلومه it's an acute phase protein. فاذا الاستنتاج مالتي شنو؟ اذا كان سيرم فيرتين لو يعني اكيد ايرون ديفيشنسي انيميا لو لا؟ إذا هو لو نعم دكتور في مرتبط، إذا طلع نورمال أو هاي راح أقول ما أعتمد ما أدري، ممكن إنفلاميشن أكيد دكتور. الترانسفير ريسبتر will be also high بالآيرن ديفشنسي يعني ممكن إنفلاميشن عندنا أو إنفكشن. سموث تانج كويلونيكيا، شوفوا الأظافر تكون محفرة مو كلش واضحة الصورة، هذه features of iron deficiency anemia. treatment oral iron therapy example ferrous sulfate 200 مليغرام مرتين باليوم، oral therapy ferrous sulfate 200 مليغرام BD، BD يعني مرتين باليوم، BD يعني twice daily، BD 200 مليغرام BD ferrous sulfate، ونراقب المريض نراقب المريض نراقب المريض نقول له تستمر على الفيروس سلفيت 200 ميلي جرامز بي دي لمده 3 اشهر after the iron deficiency has been corrected to replenish the stores، يعني انا اظل انطيه لمده 3 اشهر ورا ما اشوف انه البلاد مالته صار زين،
هايبوكرونيك مايكروسيتيك اختفت من البلاد، ورا هاي المرحله ارجع انطيه بعد 3 اشهر حتى املي له واعوض له الستورز مالته. واذا البيشنت ما يقدر ياخذ اورال ثيرابي، عنده مشكله بالمعده مالته، يتحسس من الاورال ايرن، ما يريد اورال ايرن، اقدر استخدم بارنترال ايرن. بارنترال يعني بالوريد. If the patient is not compliant or intolerant to oral iron, أقدر أنطي parenteral. Parenteral يعني إما بالوريد أو بالعضلة. IM, IV يعني systemic. يعني مو oral. كل شيء systemic وليس oral سوى parenteral. It's not enteral. It is parenteral. Enteral يعني oral. Parenteral يعني مو oral. وأقدر أسوي sometimes أنطي treatment أنطي red cell transfusion إذا patient عنده cardiovascular instability، إذا كان severely anemic ومتأثر القلب مالته، أسوي له blood transfusion. Blood transfusion. هبسيدين وهذه الأشياء تقدرون أنتم تقروها للمادة، أطول عليكم عندكم امتحانات. Post gastrectomy هاي واضحة المعلومات. هسه نجي على المختبر مالتنا الثاني، والستايد الثاني مختبر اليوم ميغالوبلاستيك انيميا. ميغالوبلاستيك انيميا it's a group of anemias in which there are the erythroblasts اللي موجودة بالبون مارو. هسه لحد الآن اكو سؤال على الآن deficiency انيميا؟ ما سمعت. شكرا دكتور. شكرا. اوكي. بالنسبة للميغالوبلاستيك انيميا definition شنو يعني ميغالوبلاستيك انيميا؟ It's a group of anemia, group of anemias. مشكلته هذا شنو؟ الاريثروبلاستس اللي موجوده بالبون مارو والشو ا كاركترستيك ابنورماليتي. اكو كاركترستيك ابنورماليتي بالاريثروبلاست مالت البون مارو، وهي شنو؟ ماتوريشن اوف ذا نيوكليوس از ديليد ريليتيف تو ذات اوف ذا سيتوبلازم. طلاب ميغالوبلاستيك انيميا انتم اخذيها بالنظري، تعريفها الرئيسي اللي لازم يبقى ببالكم هو جروب اوف انيميز كلها تشترك بانه الاريثروبلاست اللي موجوده بالبون مارو ويل شو ا كاركترستيك ابنورماليتي. شنو الكاركترستيك ابنورماليتي؟ ماتوريشن اوف ذا نيوكليوس از ديليد ريليتيف تو ذات اوف ذا سيتوبلازميك اسينكروني، سببه ديفكتيف دي ان اي سينثيسيس ويتش مي بي ديو تو فيتامين بي 12 ديفيشنسي، فوليت ديفيشنسي، او abnormal metabolism of B12 and folate, or other defects of DNA synthesis. أعيد. Megaloblastic anemia تعريفه هو الأرثروبلاست اللي موجودة بالبون مارو. شبيه هاي الأرثروبلاست. The maturation of the nucleus is delayed relative to that of the cytoplasm. Cytoplasm يكبر 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 ويوصل الحجم الطبيعي والنيوكليوس بعدها. والنيوكليوس المشكلة سببها defect in DNA synthesis. شنو أسباب defect in DNA synthesis؟ حبب هو insight و other defects in DNA synthesis كلها تسبب megaloblastic anemia. اكو مشكله بالميتابوليزم مالت بي 12 وفوليت. مرات اكو شيء اسمه اكو مو هناك احنا بالايرن كان اكو بروتين يفتر ويشيل الايرن اسمه ترانسفيرين. بالفوليت وبي 12 عندنا بالبي 12 بالفوليت عندنا ترانس كوبالامين. ترانس كوبالامين هذا اللي يشيل كوبالامين، هذا البروتين اللي يشيل البي 12. مرات اكو مشكله بهذا النقل شو بصوره جيده بالبلاد، يعني كانه ما ديفيشنت بي 12. فاذا ديفيشنت بي 12 ايضا حيصير ديفكت ان دي ان اي سنتس.
اللي اريد اقوله انه مو بس بي 12 وفوليك اسيد هي اللي تسبب ماستيك اسيدز، لان الدي ان اي مدى يصنع فراح تصير النيوكليوس ما تنمو بسرعه، الماتوريشن اوف ذا نيوكليوس ويل بي ديليد ريليتيف تو ذات. لا لازم بسبب الدي ان اي سينثيسيس بروبلم، الاسباب بتاعت اسيد ديفيشنسي بولينيشن سينثيسيس كلها سبب ميجالوبلاستيك انيميا. هذا المخطط تذكروه من المحاضره مال النظر ايش شنو اهميه البي 12 شنو اهميه الفوليت دكتور؟ يعني بشكل مختصر اي من الصوره تشوفون انه بالاخير عندي دي ان اي سينثيسيس، يعني هاي عمليه الدي ان اي سينثيسيس شنو تحتاج، شحتاج حتى اسوي دي ان اي احتاج الفوليت، شوفوا بالصوره فوليت، واحتاج بي 12. فاني بالدي ان اي سينثيسيس بالدرجه الرئيسيه انا محتاج الفوليت، الفوليت حتى يدخل لازم يتحول الى ميثايل تترا هيدروفوليت، لازم حتى يقدر يدخل ثرو ذا سمول انتستين يوصل للبلازما لازم يتحول الى ميثايل تترا هيدروفوليت. فعبر السمول انتستين دخل بالبلازما اسمه ميثايل تترا هيدروفوليت، الميثايل تترا هيدروفوليت موجود بالبلازما حتى يدخل للسيلز، لازم الميثايل جروب يروح، انا سويت ميثيليشن بس حتى ادخله، ميثايل تترا هيدروفوليت يتحول الى تترا هيدروفوليت، الميثايل جروب يروح بواسطه بي 12. فالبي 12 ليش مهم؟ لانه مهم بهاي الخطوه، ميثايل تترا هيدروفوليت حيتحول الى تترا هيدروفوليت. زين هذا تترا هيدروفوليت شنو اهميته؟ تترا هيدروفوليت راح يصنع نصنع من عنده 15 ميثيلين بولي تترا هيدروفوليت بولي جلوتاميت، هذا مهم حتى يحول اليوريدين الى ثايميدين، وهنا أنا هاي النقطه، هذا مهم الفوليت حتى احول اليوريدين الى ثايميدين دي يو ام بي الى دي تي ام بي، دي اوكسي ثايميدين مونوفوسفيت فروم اتس بريكسر دي اوكسي يوريدين مونوفوسفيت، دي اوكسي يوريدين حيتحول الى دي اوكسي ثايميدين اللي هي مهمه بالدي ان اي سينثيسز. فاذا اذا عندي بي 12 ديفيشنسي او فوليت ديفيشنسي راح يتأخر عند الـ DNA synthesis. فسأل the maturation of the maturation arrest بالـ nucleus ما تنمو بينما السيتوبلازم ينمو. فمن patient عنده megaloblastic anemia أسأل على الـ dietary sources of B12، لازم الـ patient يأخذ لحوم، اللحوم تكون عادة غنية بالـ B12، الـ vegetables الـ fruits كلش قليل أو free from cobalamin ما بيها cobalamin. Cooking does not destroy cobalamin. Cooking ما يأثر، الطبخ ما يأثر على B12. Cobalamin اللي هو B12، شنو يحتاج؟ يحتاج في intrinsic factor. Okay. فاذا البيشنت عنده مشكله بالانترنسك فاكتور راح نقول هذا البيشنت عنده pernicious anemia، يعني ميغالوبلاستيك انيميا اللي سببها lack of intrinsic factor. ايش بيه الانترنسك فاكتور مهم بال مهم شنو بالامتصاص مالت الكوبالامين. فاذا انا مشكلتي ويا الكوبالامين ويا البي 12، كوبالامين يعني بي 12 شباب، مشكلتي ويا البي 12 هو اللي deficient، فلا بيت اوف ديفيشنسي قليل حيساعد ميغالوبلاستيك انيميا، ولكن هو نفس البيت ويحتاج انترنسك فاكتور حتى يصير بامتصاص. فاذا انترنسك فاكتور ماكو يعني كانما بي 12 هم ماكو، هذه الحاله اسمها بيرنيشيس انيميا، سيفير لاك اوف انترنسك فاكتور واتس ا لاك اوف بروتين انكودد باي ا جين اون كروموسوم 11، ات از برودوسد ان غاستريك بارايتال سيلز ان ذا فاندس اند بودي، يطلع من الغاستريك بارايتال سيلز بالفندس اند ذا بودي. شوفوا فندس اند بودي هنا تنطيني شنو؟ انترنسك فاكتور. فاذا البارايتال سيلز ديسترويد يعني ما عندي انترنسك فاكتور، فراح يصير عندي لاك اوف انترنسك فاكتور، فيصير عندي بي 12 ديفشنسي انيميا.
وايضا البارايتال سيلز مهمه لان هي تنطيني ايضا الاسيد، تنطيني ايضا اتش سي ال. فاذا ماكو اسيد حيصير حتى ايرن ديفيشنسي انيميا همين، مو بس بي 12 ديفيشنسي. يجي الكوبالامين البي 12 راح يتحد ويا الانترنسك فاكتور كومبلكس، يوصل للإيليوم ويصير الامتصاص هناك. تشوز افكتد بالميغالوبلاستيك انيميا، هاي المشكله لانه عندي مشكله بالدي ان اي سينثيسز، فمو فقط مو راح تكون ملتهبة. أي نوركسيا ما يقدر البيشنت يأكل. دكتور اللي راح الصوت هسه زين لو بعد رايح دكتور، هو من بداية تحكي بالش اسمه بالتشو افكتد كان يروح شباب تشوز افكتد. احنا مو قلنا المشكلة الرئيسية عندنا مشكلة بالدي ان اي سينثيسز، فالماتوريشن اوف ذا نيوكليس از ديليد ريليتيف تو ذات اوف ذا سيتوبلازم، مو هيك قلنا؟ بما انه المشكلة عامة فإذا مو فقط الهيماتوبويتك تيشو will be affected، مو بس الهيماتوبويتك تيشوز will be affected، مو بس هذه وإنما أيضا other tissues، لأن المشكلة عامة. فتطلع عندنا symptoms بالجي آي تي، glossitis, angular stomatitis, anorexia and weight loss. anorexia يعني فقدان الشهية، weight loss, diarrhea or constipation. glossitis, angular stomatitis. glossitis يعني painful swollen tongue. Angular stomatitis يعني حافات الفم تكون ملتهبة. ممكن الجوانادز to be affected فيصير البيشنت عنده infertility. ممكن الامبريو يتأثر بالبي 12 deficiency والفوليك أسيد deficiency فيصير abortion إسقاط، أو ينولد الطفل قبل وقته premature، أو ينولد بس عنده مشكلة cleft lip, cleft palate, neural tube defect. لذلك قاعدة عندنا بالعراق ينطون فوليك أسيد لكل pregnant ومن يطون فوليت، كل pregnant ومن يطون فوليت، لأن الفوليت مهم بالنسبة للنمو مالة الجنين. الإمبريو إذا ما عنده فوليت كافي راح يصير عنده abortion أو premature delivery أو cleft lip, cleft palate, neural tube defect. أيضا السنترال نيرفس سيستم هم يحتاج البي 12، فإذا عندي deficiency بالبي 12 أو الفوليت راح يصير عندي degeneration of the posterior and pyramidal tracts of the spinal cord. visual disturbances, optic atrophy, dementia. أنيمي وين أفحصها؟ conjunctiva شوفوا هذه أنيميك، هذه لا. sublingual area هذه أنيميك، هذه لا. palm هذا أنيميك، هذه لا. how to diagnose megaloblastic anemia؟ اشوف البيرفرال بلاد يعني هم اخذ قطره من الدم احطها على السلايد وافحصها تحت المجهر. شنو راح اشوف؟ لو هيموغلوبين لكن the MCV is high، mean cell volume is high. السيلز هنا تكون كبيره، ليش كبيره؟ من يعرف ليش ال MCV is high؟ دكتور اول شيء احنا قلنا سير ماكروستيك لين الفيتامين بي 12 من السير بي دي بشيء صغيره في ناس جواد نعم دكتور اي ناس ليش بالميغالوبلاستيك انيميا يصير عندي هاي ام سي في مين سيل فوليوم يزيد؟ راح اذكرك اي ناس سؤال شوي صعب. انا بالتعريف قلت بالميغالوبلاستيك انيميا عندي مشكله، شنو انه المشكله الرئيسيه هي السيتوبلازم يكبر بس النيوكليوس تبقى بطيئه بطيئه بطيئه، والسيتوبلازم ده يكبر ويكبر ويكبر. فاذا السيتوبلازم ده يكبر ويكبر ويكبر والنيوكليوس بطيئه وبطيئه وبطيئه، ايش راح يصير بالمين سيل فوليوم؟ اكيد حيزيد. عافيه اي ناس اكيد راح يزيد. فالام سي في ويل بي هاي، لو هيموغلوبين ام سي في از هاي. بالريد سيلز حيصير عندي شكلها اوفال ماكروسايتوسيس وذ انيسوبويكيلوسايتس، اوفال ماكروسايتس
مو قالت اخذكم ايناس، قالت ام سي في راح يكبر يزيد، فالريد سيلز ويل بيكم اوفال ماكروسايتس، اوفال ماكروسايتس وذ انيسو بويكيلوسايتوسيس. انيسو يعني سايز يختلف، بويكيلو يعني الشيب يختلف، فتطلع عندنا ريد سيلز ذات شيب اند سايز مختلف. اهم شيء نقول اوفال ماكروسايتوسيس، هذه مشكله الريد سيلز. زين الوايت بي سي بيها مشكله؟ نعم، they tend to be low with hyper segmented neutrophil. They tend to be low يعني white PCs راح يقل عددها، tend to be low دائما قليلة باتجاه القليل، أو حتى إذا normal فهي ضمن الرينج القليل مال النورمال. Tend to be low with hyper segmented neutrophils. The platelets will also tend to be low. And sometimes I can see local erythroblastic picture بال peripheral blood. بال blood أشوف local erythroblastic picture. زين شنو الـ causes of macrocytosis؟ مو أخذكم إيناس قالت الـ MCV راح يزيد؟ زين شنو الـ other conditions اللي تسوي لي macrocytosis؟ أمنية أمجد أريد أسمع، شنو other conditions اللي تسوي لي macrocytosis؟ يعني red cells كبيرة، زيادة الـ MCV، conditions أخرى حتى تحفظوها، أنا صفطت لكم يعني رتبتها بهاي الطريقة. Alcoholism and smoking, ذولا حتى يعني they come together. Alcoholism and smoking. Liver disease and thyroid disease. Liver disease and thyroid disease. زيادة بال MCV أو macrocytosis. Cytotoxic. Myelodysplastic syndrome and myeloma. Myelodysplastic syndrome and myeloma يعني multiple myeloma, pregnancy and neonate, وآخر شيء megaloblastic anemia. هاي كلها causes تسوي زيادة بالMCV. لذلك ما أقدر أعتمد بس أقول الريد سيلز زايد بيها الMCV فإذا هذا megaloblastic anemia. الجواب لا، MCV يزيد بحالات أخرى مثل alcoholism with smoking, liver disease, thyroid disease, myxedema, cytotoxic drugs and aplastic anemia, myelodysplastic syndrome and myeloma, pregnancy and neonate, آخر شيء megaloblastic anemia. بعد إذا أفحص البون مارو مالت البيشت حتى أتأكد هاي المشكلة شنو، راح أشوف in the bone marrow, the bone marrow is hypercellular يعني YB cells, hyperplasia with which is frankly megaloblastic. أباوع بالبون مارو سيلولاريتي بصورة عامة هايبر سيلولار مارو. أجي أعلق على الأريثرويد سيريز والمايلويد سيريز والميجاكاريوبويسيس. بالنسبة للأريثرويد سيريز، أريثرويد سيريز حقول عليه هايبر بليزيا which is frankly megaloblastic. هايبر بليزيا which is frankly megaloblastic. شنو megaloblastic؟ يعني كبيرة الأريثروبلاست. asynchrony between nuclear and cytoplasmic maturation. المايلويد سيريز adequate inactivity with no excess in blast cells. Myeloid series راح تكون adequate in activity بس ما عندي زيادة بالblast cells. تذكرون قلت لكم blast cells هي malignant cells. ما أشوف البون مارو blast cells ضمن الطبيعي ما بيها زيادة، مهم لازم أعلق على blast cells بالبون مارو، طبيعية ما بيها زيادة يعني مو leukemia. blast cells إذا زادت راح تكون malignant cells زايدة وراح تكون عندي acute leukemia، بس هي بالظروف الطبيعية موجودة بس ضمن رقم معين وما تكون خلايا مالجنت أو سرطانية. فمن مايلويد سيريز it's adequate in activity with no excess in blast cells. زك بالجسم بحال النورمال؟ اي طبعا أنا خاف ما وضحت لكم يا blast cells موجودة normally. عندنا blast cells هي اللي هي البريكارسر مالت الوايت سيلز. blast cells هم البريكارسر مالت الوايت سيلز، موجودين بالظروف الطبيعية لكن من يزيد عددهم أكثر من 20% أفكر ليش زادت أكثر من 20%، خاف أكو مشكلة. فبعدين أتشيك راح تطلع لي هذه blast cells بما أن فوق 20% إذن بها genetic abnormality متحولة إلى خلية سرطانية وزايد عددها. الظروف العادية أقل من 20% عددهم، إذا زادت عن 20% بالبون مارو راح أقول هذه صار بها طفرة وراثية وصارت malignant cells وهذا سرطان. megakaryopoiesis is adequate.
شوفوا هذه، هاي شنو هذه النيوتروفل بيها؟ هايبر سيجمنتد. هايبر سيجمنتد، شوفوا كم سيجمنت بيها، 1 2 3 4 5 6 اكثر من 5 هايبر سيجمنتد نيوتروفل. زين بال ويا شوفوا ريد سيلز اوفال ماكروسايت، شوفوا هذا هذه اوفال ماكروسايت، هذه اوفال ماكروسايت، هذه اوفال ماكروسايت، هذه اوفال ماكروسايت، مبين اوفال ماكروسايت، هذول مبين شكلهم اوفال مقارنه بهذا مثلا، هذا نورمال. احنا اوفال ماكروسايت سو هايبر سيجمنتد نيوتروفل، هذا نورمال. احنا اوفال اوفال ماكروسايت سو هايبر سيجمنتد نيوتروفل. طلاب هنا شنو؟ رحنا على البون مارو واخذنا عينه من البون مارو وشفنا الارثرويد بريكارسلز، الارثرويد ارثرويد يعني اللي تعطين ريد سيلز، بريكارسلز يعني ارثروبلاست. شوفوا بيج ارثرويد بريكارسلز اسينكرون بين نيوكلير اند سيتوبلازمك ماتوريشن. شو راح تعرفون هذا النورمال؟ شوفوا النورمال على اليسار، نورمال ارثروبلاست، هذه ميغالوبلاستيك ارثروبلاست، نورمال ارثروبلاست. شوفوا the nucleus is condensed, chromatin is condensed, nuclear is dense. هذا the nucleus الطبيعية هيجي. هنا opened chromatin, nucleus لا تزال بدائية. Opened chromatin, opened chromatin. يعني the nucleus هذا اللون البنفسجي اللي بداخلها شوية صاير هيجي مثل المخرم، مثل المزرف. Opened chromatin, مو condensed مثل هذا الكروماتين. هذا شنو سببه؟ مشكلة بالـ DNA synthesis asynchrony between the nuclear and cytoplasmic maturation. خلي عيال كبار بس opened chromatin. هذا منو؟ هاي الارثرويد precursors بالبون مارو which are megaloblastic. megaloblastic anemia again. هاي صور الارثرويد precursors بالبون مارو. شوفوا الصورة الجوة، ميغالوبلاستيك إريثرويد، ميغالوبلاستيك إريثرويد، هذه هايبر سيجمنتد نيوتروفل، هذا السهم منه أوفال ماكروسايت. طلاب أنطيكم استراحة 10 minutes ونرجع، لو 5 minutes كافي.